مشاهدينا الكرام في كل مكان نرحب بكم في حلقه جديده من برنامجكم عبر الكتاب حلقه النهارده هي تكمله للموضوع اللي اتكلمنا فيه الاسبوع الماضي عن الدينونه الاخيره والسماء والجحيم والاسبوع الماضي اتكلمنا عن اكتر حاجه اتكلمنا عنها اتكلمنا عن السماء وما كانش عندنا وقت نتكلم عن ايضا الجحيم اللي كان المفروض نتكلم عنه الاسبوع اللي فات عشان كده الحلقه دي هتبقى مخصصه اكتر للحديث عن الجحيم والعذاب يعني العذاب الابدي لابليس ولجنوده ولكل الذين عاشوا على هذه الارض لكنهم رفضوا خلاص الله بالمسيح يسوع اتكلمنا عن السماء المره اللي فاتت وقلنا ان السماء في الكتاب المقدس ليها ثلاث معاني او ليها ثلاث ابعاد البعض بيقول انه ممكن نقول عليها انه السماء بمعنى السكاي جزء من يعني السماء الطيور وبعدين عندنا الفضاء الخارجي بما فيه من الكواكب والنجوم والمجرات السماوية كلها وبعدين عندنا السماء الثالثة اللي اختطف إليها رسول بولس ورأى أمور لم يستطع أن يصفها لنا ده حيث عرش الله وحيث ايضا مسكن الله لكن المره لما اتكلمنا عن السماء قلنا انه السماء ممكن ايضا في ثلاث ابعاد قلنا جزء من الخليقة لما نتكلم عنها كجزء من الخليقة السماوات تحدث بمجد الله فهي جزء من خليقة الله بتحدث بمجده أو في البدء خلق الله السماوات والأرض فالسماوات والأرض هما تعبير شامل لكل الخليقة اللي أوجدها الله لكن كمان السماء بتعني ممكن تعني مرادف لكلمة الله يعني يعني لما في مثل الابن الضال ورجع الابن الضال إلى أبيه قال إنه أعود إلى أبي وأقول له يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك، طبعا هو مش أخطأ إلى السماء بمعنى إنه أخطأ إلى السحب أو أخطأ إلى النجوم والكواكب، لكن لما استخدم كلمة سماء هو قصده بها الله إنه أخطأ إلى الله وأخطأ أيضا إلى إلى أبيه، حتى الرب يسوع قال إنه لليهود أسألك سؤال هي معمودية يوحنا من السماء أم من الناس؟ فطبعا النقيض على طول للناس هو الله فهل هي من الله ام هي من الناس؟ لكن كمان شفنا انه معنى السماء في الكتاب المقدس هي حيث مسكن الله. يعني ابانا الذي في السماوات. يعني حيث مسكن الله. او لما يقول انه لكي تمجدوا اباكم الذي في السماوات. يروا اعمالكم الحسنه فيمجدوا اباكم الذي من السماوات. هذه سماوات ننتظر ايضا منها المخلص يسوع المسيح الذي ياتي في مجيئه الثاني. عشان كده لما بيكلمنا عن السماء بيتكلمنا ايضا عن استعداد للسماء. لا تكنزوا لكم كنوزا على الارض حيث يفسد سوس ويسرق سارق لكن اكنزوا لكم كنوزا في السماء. فبالتالي اعدادنا واستعدادنا هو للسماء. وشفنا أن السماء في الكتاب المقدس لا تعني فقط علاقة متواصلة مع الله يعني بعد روحي لكن السماء أيضا لها بعد مادي هي مكان فهي ليست بس مجرد حالة لكنها أيضا مكان لأنه لو هي مش مكان يبقى قيامة الأجساد ليس لها معنى يعني يعني لما الرب يسوع يأتي ويقيم الذين رقدوا في الرب و ويغير أجسادنا نحن الأحياء ونخطب جميعا على السحاب لنكون مع الرب طب احنا رايحين بأجساد جديدة هذه الأجساد تحتاج بل تستلزم مكان فهي ليست مجرد حالة لكنها أيضا مكان المرة دي نتكلم شوية عن موضوع الجحيم أنا عارف أنه طبعا من الحاجات اللي احنا لا نحب أن نسمع عنها يعني من المواضيع التي لا نريد أن نسمع عنها هي الهلاك الأبدي والعذاب الأبدي والجحيم لكن من أنا علشان أقول أتكلم عن الموضوع ده أو ما أتكلمش عن الموضوع ده إذا كان الكتاب المقدس إتكلم عن الجحيم وإذا كان الرب يسوع له كل المجد من ال 29 مرة اللي ذكر فيها الجحيم يعني جات الكلمة دي على لسان الرب يسوع أكثر من أي شخص آخر في العهد الجديد فهو تكلم عن الجحيم تكلم عن الدود الذي لا يموت تكلم عن النار التي لا تنطفئ تكلم عن الهلاك والعذاب الأبدي فبما أن الرب يسوع نفسه وبما أن الله أعلن لنا في الكتاب المقدس فأكيد هذه الحقيقة مهمة لنا جدا كمؤمنين لأن الكتاب بيحذرنا وبيقول لنا انه كيف ننجو نحن ان اهملنا خلاصا هذا مقداره عمل يسوع المسيح الذي صنعه هو لكي لا نكون ابناء للغضب لكننا ننتقل من الموت الى الحياه ومن ملكوت الظلمه الى ملكوت ابن محبته فما هو الجحيم؟ ايه هو الجحيم؟ الجحيم اول حاجه نعرفها من كلمه الله عن الجحيم انه الجحيم هو مكان هذا المكان أُعد خصيصا لابليس وجنوده. وطبعا آآ آآ لما الله خلق الكون حتى لما نرجع لسفر التكوين واصحاح واحد واثنين انه وراء كل خليقه كان ربنا بيعملها يعني لما الرب قال ليكن نور فكان نور، لما الرب آآ خلق آآ فصل ما بين ما بين الميه والميه، فصل ما بين الارض وال والمياه لما الرب خلق المجرات والكواكب العظيمه، لما الرب خلق الانسان كان دايما في عباره بتتكرر انه وراء الله واذ ما صنع واذ هو حسن وفي الاخر قال حسن جدا، يعني خليه الله لم يوجد فيها شيء او لم يوجد فيها شيء عيب او او او, أو حاجه غير كامله، لكنها كانت كامله من كل ناحيه. لكن لأن السقوط تم ولأن إبليس سقط وسقط أيضا الإنسان بعده فالعذاب أو الجحيم هو مكان أعد خصيصا هو مكان أعد خصيصا لإبليس وإيه ولجنوده فهو مكان أعد خصيصا لإبليس وجنوده وده اللي بنعرفه من كلمة الله ثم يقول أيضا للذين عن اليسار اذهبوا عني يا ملعين الى النار الابديه المعده هي معده اساسا لابليس وايه ولجنود يبقى النار الابديه معده لابليس ومعده لملائكته طبعا هنا الملائكه لما بيقصد بيها لا يقصد الملائكه الابرار لكنه يقصد الملائكه الاشرار الذين تمردوا مع ابليس وسقطوا مع ابليس وصاروا ارواح شريره هذه الارواح هذه الملائكه الساقطه هي ايضا مصيرها الهلاك الابدي والنار الابديه. طبعا آه يعني آه يعني لو حاول حابب ان انا شويه ابسط هذه الحقيقه اقول انه لو انا لو انا هصنع مدينه يوتوبيا مثلا مدينه فاضله وكل اللي انا بعمله وبحطه على ال على الخريطه وبرسمه وبصممه أه بعمل جناين، بعمل مدارس، بعمل أه يعني أماكن جميلة، بعمل سكن، بعمل 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 مكان جميل الإنسان يعيش فيه. كويس؟ لكنه نتيجة خطية الإنسان بعمل سجن. ده نتيجة خطية الإنسان. نتيجة إنه في واحد هيقتل واحد، في واحد هيتعدى على شخص، في واحد هيأذي إنسان، في واحد هيسرق. في واحد هيزن في واحد هيكسر القوانين ويسيء بكسره للقوانين لقوانين المدينه ولايضا للانسان اللي ساكن في هذه المدينه فبصنع جوه هذه المدينه بصنع جواها سجن، هذا السجن ليس ل... ل... للناس الابرار هذا سجن للاشرار فبالتالي إبلي... الجحيم اعد خصيصا لابليس ولملائكته. وعشان كده بنقرا ايضا في سفر الرؤيا وفي اصحاح 20 وفي عدد 10 وابليس الذي كان يضلهم طرح في بحيره النار والكبريت حيث الوحش والنبي الكذاب وسيعذبون نهارا وليلا الى ابد الابدين يبقى هو عذاب في بحيره النار والكبريت هو عذاب ابدي. يتكلم عنه الكتاب هذا هو الجحيم هذا هو الجحيم فالكتاب بيكلمني عن اول حقيقه بيقولها لي عن الجحيم انه الجحيم لم يعد من اجل الانسان لكن الجحيم اعد من اجل ابليس ومن اجل جنوده لكن في نفس الوقت الانسان الذي ينضم الى مملكه الظلمه ويعيش في كسره لوصاياه بعيدا عن الله يعيش في خطاياه وفي اثامه ويرفض ايضا خلاص الله هذا الانسان مصيره مع ابليس يعني عشان كده رب يسوع قال للـ للـ للكتب والفرسين انتم من اب هو ابليس واعمال ابيكم تريدون ان تعملوا فانا هكون في المكان اللي هكون فيه مع الشخص اللي بيشترك بشترك معاه في اعماله، فإن كنت أنا آآ آآ لسه آآ عبد للخطية وعبد لإبليس هكون إذا انتهت الفرصة إنه في العذاب الأبدي، لكن إذا سمعت صوت الله وقبلت يسوع المسيح وتغيرت حياتي وملك المسيح على حياتي فأنا صرت ابن لله أنا هكون مع الله إلى الأبد ومع يسوع المسيح. عشان كده الجحيم هو أيضا مكان للرافدين خلاص المسيح للرافدين خلاص المسيح أنه الله أعد خلاص هذا مقداره وهذا الخلاص وصلني وهذا الخلاص سمعت عنه مرة واثنين وثلاثة هذا الخلاص عزيزي المشاهد سمعت عنه من خلال برامج قناة الحياة سمعت عنه أيضا من خلال مقارنات تمت في احد البرامج انه انه الله كان بيكلمك ويقول لك انه ما تؤمن به ما هو الا تعليم شيطانيه، هذه التعاليم التي تحث على القتل والذبح والتي تحث على يعني كل ما هو ضد الله كراهيه وبغضه لاخيك الانسان، لكنك ايضا في نفس الوقت سمعت عن يسوع المسيح الذي قال أحب أعدائكم باركوا لعنيكم الذي أيضا أعلن حب الله وأعلن خلاص الله في صليبه فعندما ترفض وتصر على رفضك لهذا الخلاص وتصر أن تموت في خطاياك فلا يوجد مصير إلا الهلاك الأبدي فأنا بأقرر مصيري من وأنا على الأرض هنا أنا اللي بأقرر أنا رايح فين الحياة اللي بعيشها على الأرض القرارات اللي أنا بعيش عليها هي اللي بتخليني تقرر مصيري فإذا أنا عشت بعيد عن الله وعشت مضل و... و... وأضلتني تعاليم أخرى ولم أفتح ذهني ولا قلبي لأقارن ولأدرس ولأبحث عن الله الحقيقي وقضيت كل حياتي وأنا أعمى مغمض عيني أو متعصب لفكره معينه دون أن أبحث وأفتش عن ما هو حق فأنا ضيعت حياتي بعيداً عن الله وممكن أموت وممكن في بهذه الحاله هيكون مصيري الهلاك الأبدي عشان كده الكتاب المقدس بيقول لنا حاجه مهمه جدا بيقول لنا الذي يؤمن بالإبن الذي يؤمن بالإبن له حياه والذي لا يؤمن والذي لا يؤمن بالإبن لن يرى حياه بل يمكث عليه غضب الله يعني وهنتكلم هل 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 ده عدل هل ده عدل يعني انه مجرد ان انا ارفض اللي عمله ربنا يروح هو حاططني في العذاب الابدي انه لكن الكتاب واضح الكتاب المقدس واضح جدا في كل ما يقوله الذي يؤمن بالابن له حياه ابديه والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله يمكث عليه غضب الله الجحيم هو مكان عذاب أبدي لا يتغير يعني هو مكان زي ما قلت هو حالة لكن هو نتكلم عن الموضوع ده هو حالة لكنه في نفس الوقت مكان زي السماء هو حالة أنا بعيشها في انفصال تام عن الله لكن في نفس الوقت هو ايضا مكان لانه بيتطلب قيامه الاموات وبما انه انا هقوم سواء انا امنت بالمسيح او لما اؤمن بالمسيح فانا هقوم وهيتغير جسدي واخد جسد اخر هذا الجسد يحتاج الى مكان عشان كده الجحيم هو مكان مكان لكنه مكان عذاب وهذا العذاب عذاب ابدي لا يتغير يعني مش هيجي في يوم وانه يتغير بقى يعني آه يتبدل ويقول الكتاب هنا الرب يسوع على كل ويطرحونهم في اتون النار هناك يكون البكاء وصرير الاسنان وده تعبير عن مدى الالم اللي هيعيش فيه الانسان ليس الم نفسي فقط لكنه ايضا الم مادي الم يعني يسموها conscious أه انه انه هو مدرك لالامه هو مش في حاله الغيبوبه لكن هو مدرك وواعي لهذه الالام وعشان كده سفر رؤيا اصحاح 14 يقول لنا في عدد تسعة الى 12 هذه العباره المخيفه يعني يعني آه اوقات كثيره يقولوا لنا آه البعض بيقول انه الواحد لما بيقرا العهد القديم بيشوف الله بيعلن دينونه الله شويه يعني قاسي يعني لكن لما بيقرا العهد الجديد بيشوف الله بصوره اخرى محب رحيم في المسيح يسوع والفرق احبائي هو انه اوقات كثيره الدينونه في العهد القديم بتبقى دينونه يعني حالة يعني بتحل على الإنسان دينونة بنسميها إميننت يعني في الحال يعني لكنه في في العهد الجديد الدينونة هي دينونة مؤخرة يعني مؤجلة هي مش ملغية لكنها مؤجلة لكي ما يكون للإنسان فرصة أنه يقبل يسوع المسيح وأنه يعرف الحق وأنه يتغير وعش كده اوعى تفكر انه طول اناة الله انه معناها انه الله مش هيدين ابدا لانه هيجي وقت هياتي فيه المسيح والاموات في المسيح سيقومون وايضا ال ال الذين فعلوا الصالحات الى الحياه الابديه والذين فعلوا السيئات الى الدينونه ال 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 الابديه فهناك دينونه عندما ياتي المسيح في مجيئه الثاني الاشرار الذين عاشوا حياتهم بعيدا عن عن المسيح هيقولوا للجبال اسكتي علينا وللاكام غطينا من وجه الجالس على العرش عشان كده في رؤيا 14 وفي عدد 9 الى 12 يقول ايه ثم تبعهما ملاك ثالث قائلا بصوت عظيم ان كان احد يسجد للوحش ولصورته ويقبل سمته على جبهته او على يده فهو أيضا سيشرب من خم غضب الله كأس هذه الكأس هي كأس غضب الله المصبوب صرفا في كأس غضبه ويعذب بنار وكبريت أمام الملائكة القديسين وأمام الخروف ويصعد دخان عذابهم إلى أبد الآبدين ولا تكون راحة نهارا وليلا للذين يسجدون الوحش ولصورته ولكل من يقبل سمة اسمه هنا بيقول لنا انه الانسان الذي الوحش هنا هو ابليس الذين سيعيشون ملكا لابليس سيمكس عليهم غضب الله. انا عارف انه يعني ما بنحبش نتكلم عن المواضيع دي لكن المواضيع دي مواضيع كتابيه اتكلم عنها كتاب وعشان كده مهم قوي لينا انه الكتاب بيحذرنا وبيقول لنا إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم هو ذا اليوم يوم مقبول هو ذا اليوم يوم خلاص فالله بيكلمنا بمحبة وبيرسل لنا محبته في شخص المسيح لكن الله أيضا بيرسل لنا إنذاره أنه إن أهملت إن تركت إن رفضت هذه المحبة سيكون هناك أيضا عقاب هذا العقاب بيتكلم عنه خلوا بالكم هنا يقول عنه أنه أول حاجة يتكلم انه عذابهم الى ابد الابدين، هو ابدي. كويس؟ وهو ليلا ونهارا. فهو عذاب ابدي ليلا نهارا. في بعض الافكار الخاطئه عن الجحيم، وبما ان احنا بندرس الموضوع ده كتابيا فحلو قوي ان احنا كمان الافكار الغير كتابيه نفحصها. حتى لا نكون محمولين بكل ريح تعليم واي حد يقول لنا اي حاجه نقبلها دون الرجوع الى كلمه الله الذي هو دستور ايماننا ودستور ايضا سلوكنا. أو الفكرة عن الجحيم البعض بيقول انه اه ممكن اضيع كل فرصي هنا على الارض بس احتمال يكون في فرص هناك تاني. احتمال هل في فرص اخرى بعد الموت؟ هل هل للانسان فرصه اخرى بعد أن يترك هذه الحياة فيها ممكن أمل أنه يتغير أو أمل أنه يتنقل إلى إلى الحياة الأبدية الكتاب صريح صراحة واضحة جدا في هذا الأمر في آية مهمة جدا قالها لنا الوحي الإلهي في عبرانين وأصحاح تسعة وفي عدد سبعة وعشرين وضع للناس أن يموتوا مرة ثم خلوا بالكم من كلمه هنا ايه ثم يعني مباشره ثم بعد ذلك ايه الدينونه يبقى وضع للناس ان يموتوا مره ثم بعد ذلك الدينونه يبقى بعد الموت هناك ايه دينونه فما فيش فرصه ثانيه كل الفرص اللي انا محتاجها الله بيعطهاني وانا موجود على هذه الارض كل الفرص ان انا اقبل المسيح وان انا اعرف خلاص الله في المسيح يسوع اعطاها لي الله ممكن يكون ترنيمه سمعتها ممكن يكون برنامج على قناه الحياه ممكن يكون خادم من الخدام ممكن يكون مقارنه حصلت ما بين ما تؤمن به وما يقدمه الله في شخص المسيح يسوع ممكن يكون سواء الراديو او التلفزيون او او اي وسيله من الوسائل لكن الله احبائي بيوصل لنا صوته بيتكلم الينا الله لم يترك نفسه بلا شاهد في كل مكان له من يقدمون شهاده عنه ودعا للناس ان يموتوا مره ثم ثم بعد ثم بعد ذلك ايه الدينونة اوعى حد يخدعك ودي خدعة ابليس اللي بيخدع بيها الناس باستمرار انه عدو الخير يريد ان يلهي الانسان ويبعده عن التفكير في مصيره الابدي فيخليك تدخل دوامة دوامة الحياة ودوامة البيت ودوامة المسؤوليات ودوامة الأصحاب ودوامة البيزنس ودوامة يخليك تدخل هذه الدوامات وما بقاش عندك وقت ان انت حتى تفكر في مصيرك الابدي يمكن الواحد يعني لو راح جنازة ولا, ولا, ولا حاضر راح صوان يعزي يمكن يسمع شوية لكنه بي ما بيحبش حتى يروح الأماكن دي يعني يعني اوقات كتير ما بنحبش نروح آه نعمل كده لانه ده بيخلينا نفكر في مصيرنا فعدو الخير هدفه انه يشغلنا يقول لك انت لسه قدامك العمر طويل انت لسه عندك 20 سنه يا عمي ده لما توصل بقى 60 سنه و65 هتتحل على المعاش وتعمل لك كده حياتك اللي تستقر بك الامور ابقى فكر في ابديتك احباء الموت لا يفرق ما بين كبير وما بين صغير وكلنا نعرف هذا الحقيقه كلنا بنحاول نتغافلها لكنها حقيقة موجودة ملموسة بتحصل حوالينا ولينا أصحاب ولينا أصدقاء ولينا أفراد في الأسرة ماتوا في لحظة كانوا موجودين وفي لحظة مش موجودين دون حتى مرض ودون أنه يبقى في أي تمهيد سواء صغير أو كبير ف... فصلاتي أنه أنك لا تضيع الفرصة طيب اخذ خليني اخذ مكالمه وبعد كده نكمل مع بعض حديثنا عن هذا الموضوع الاخ إميل الو مساء الخير صباح الخير دكتور صباح النور اهلا وسهلا بيك انا سعيد جدا اعمل مداخله مع حضرتك في البرنامج الرائع دوت والكلام الجميل حقيقي يعني موضوع شيق جدا موضوع بيهم كل الناس السماء والجحيم أنا كنت محتاج أسأل حضرتك سؤال مهم جداً، فضل. عن حكاية الجحيم؟ آه الجحيم آه رب المجد آه يسوع المسيح كان بيوضح إن الجحيم آه أنواع، مم. يعني مثلاً مرة ذكروا آه البكاء وصرير الأسنان، آه. ومرة تاني ذكر الجحيم إن هو نار أكلة ومرة تاني ذكر إن آه آه، الظلمة الخارجية آه، ومرة كمان قال إن لا راحة زي ما حضرتك كنت آه. يعني بتقول إن آية من شوية لا راحة لا نهارا ولا ليلا وكمان الغني والعاذر المثل اللي الرب يسوع له كل المجد ضربه آه. قال إن إني الغني آه قال إني معذب في لهيب نار رغم كده ما ما طلبش إن يتصفى النار بتاعته، طلب إن العازر يبل صرف صباعه ويجي يبل لأنه معذب في هذه النار، آه. يعني عايز يشرب عطشان مثلا مم. محتاج ميه، مم. طب كل ده يعني الحالات دي هل هل يبقى الجحيم حالة؟ ولا عذاب و... يعني انا محتاج اعرف من حضرتك معلش توضيحا يعني في الكلام دوت ايه نوع العذاب يعني هو نار بس فعلا زي ما بيقولوا ايه يتجنى نار النار ولا هو مش نار هو حاله من العذاب ولا بكاء وصرير اسنان ولا ظلمه خارجيه ولا صراخ ولا ايه نوع الجحيم وطبعا كل ده جحيم اي آه. نو يعني انا عارف ان كل ده جحيم لكن ايه النقط بالضبط الجحيم يعني, يعني توضح لنا الموضوع ده حاضر بعد اذنك إيه لا شور طبعا ده. اشكرك اشكرك حاضر. اشكرك على اتصالك اول حاجه طبعا الاوصاف اللي قالها الرب يسوع كلها هي اوصاف الرب يسوع يريد منها انه يوصل لنا حقيقه يعني يعني كل هذه الاوصاف ما هي الا بغرض توصيل حقيقة مهمة جدا وهي أنه هناك عذاب أبدي هذا العذاب الأبدي وصف الرب يسوع بأكثر من وصف وصفه بأنه نار لا تموت دود لا يموت وصفه بأنه نار لا تطفأ وصفه بأنه صرير الأسنان وصفه بأنه ظلام يعني وصفه بأكثر من وصف توصف في سفر الرؤيا بأنه بحيرة متقدة بالنار والكبريت يعني يعني اتوصف بأكثر من وصف هذه الأوصاف كلها هذه الأوصاف الغرض منها هو توصيل حقيقة مهمة جدا وهي جدية جدية الموضوع وهو إنه إنه هناك عذاب هناك عذاب هذا العذاب مش بيخطر على بال الإنسان ولن يخطر على بال الإنسان مدى هذا العذاب اللي الإنسان هيعيش فيه أبديته إذا رفض يسوع المسيح وإذا رفض الخلاص. طبعا نقطة مهمة جدا وهي لو جينا عند كلمة جهنم. كويس؟ جهنم هي جوهنا باليوناني ودي ترجمة لوادي هنوم. اللي كان مشهور قوي في آم آم في اورشليم خارج اورشليم هذا الوادي لما بنرجع اليه زمان كان موجود في ايام الاخبار الايام الثاني كان بيتقدم فيه الذبائح البشريه ل اللي هو اله الصيدونيين وكانوا بيقدموا فيه الذبائح البشريه ومناسا ايضا قدم فيه ابنه الى اخره فكان هذا الوادي اعلان لدينونه الهيه رهيبه جدا ولما جه الملك وصنع نهضة روحية دمر هذا المكان وصار هذا المكان مكان مقلب للزبالة حتى الجثث للمجرمين وللناس ولل... لل... اللي هم يعني غير اللي كانوا يرموها في هذا المكان فكان نار باستمرار وأيضا دود لا يموت فالرب يسوع استخدم هذا المكان لكي ما يوصل صورة حقيقية عن العذاب الأبدي يعني محدش, محدش من الأحياء عنده تصور للعذاب الأبدي لكن الذي صنع هذا المكان والذي أيضا صمم هذا العذاب الرب نفسه هو اللي بيقول لنا عن مدى العذاب اللي هيمر به الإنسان إذا استمر في رفض المسيح أنا إيماني الشخصي طبعاً بيتلخص بي 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 في نقطتين، أول حاجة هو العذاب في جزء حالة، في جزء روحي وهو إنفصال عن الله، إنفصال أبدي عن الله، لكنه الإنفصال الأبدي عن الله دون في نوع من العذاب النفسي، لكنه في نفس الوقت هو أيضاً عذاب مادي، لأن الرب يسوع إتكلم عن أمور مادية، ولما يتكلم عن العاذر وعن الغني وده مذكور في انجيل لوقا وفي اصحاح 16 انا كمان شخصيا اؤمن انه ده مش مثل لانه الرب يسوع في كل الامثال التي طرحها كان بيقول وقال لهم مثلا ولا مثل من الامثال اللي قالها الرب يسوع ذكر لنا اسم من الاسماء يعني انا عندي اكتر من سبب يقول انه الرب يسوع كان بيتكلم عن قصه حقيقيه أه ولانه هو الرب أه خالق السماء والارض فهو يعلم جيدا ما في السماء وما أيضا على الأرض فاتكلم لنا عن العاذر وعن الغني وازاي أنه واحد حملته الملائكة إلى حضن ابراهيم حيث مكان الراحة وده معناه مكان الراحة انضم إلى آبائه مع القديسين لكن الآخر الغني الذي عاش حياته ولم يبالي أبدا بأبديته لكنها عاش حياته في بزخ وفي ملذات العالم إنه لما مات يقول الكتاب إنه يعني راح إلى العذاب فالعذاب ف هنا اللي بيتكلم عنه الكتاب هو عذاب مادي فعلا هو الاثنين عذاب مادي وعذاب أيضا آآ آآ روحي انفصال عن الله أتمنى إن أنا أكون جاوبت وهكلم هكمل بعد كده أيضا في شرحي لموضوع الجحيم يمكن بعض التفاصيل الاخرى المهمه. طيب عندنا مداخله اخرى من الاخ ابو مهند ابو مهند مساء الخير مساء النور اهلا وسهلا بحضرتك تحيه محبه الدكتور اشرف عزمي اهلا وسهلا بك السؤال طالب الاول ان اكون احد تلاميذ تلاميذ مدرسه المسيح التي تذيعها هل استطيع <applause> اه, آه أنا أكون وانا في الاردن آه طبعا حضرتك آه <applause> بتكلم عن المدرسه الحياه الكتابيه اللي احنا تمذيعها <applause> هذا هذا طلب تقدم به اليك ايها الدكتور العزيز ده اسئله ده طبعا شرف كبير سألين. لينا أسئلة. ممكن بس حضرتك توطي التلفزيون لانه غالبا عامل صدى صوت فمش قادر اسمع حضرتك كويس الاسئله الثانيه كتبتها في السابق اه ارجو ان اسمعها لك إيه اذا تقرر عليها بالاجابات اذا طيب ممكن بس تفكرني بالاسئله مره ما الفرق ما الفرق بين نظره العالم المادي والعالم الروحي للموت وما بعد الموت هل يحيى الانسان مره اخرى وما هي وجهات نظر الفلاسفه لذلك؟ مم. وماذا يعلمنا الرب يسوع المسيح عن الموت والقيامه؟ طيب. هل هناك وجود عالم اخر غير هذا العالم آه. الذي نعيش فيه؟ وما هو راي العلم واللاهوت في ذلك؟ طيب اشكرك كتبتها هذه الاسئله اه واردت ان ابلغها لك. طيب أتمع. الرب يباركك يا ابو مهند واحنا سعداء دائما ب مدخلاتك فانت يعني صديق عزيز لبرنامج عبر الكتاب طبعا هناك نظرات مختلفة للموت ودي كلها موجودة يعني أول حاجة الإنسان الذي يؤمن أنه موجود بالصدفة في لو كلمت عن الإثيست عن الملحدين اللي بيؤمن بانه هو وجد بالصدفه وانه لا قيمه للحياه غير انه هيعيشها على الارض هنا وزي ما بينتهي الحيوان هو بينتهي يعني لا يوجد هناك حياه بعد بعد الموت طبعا ده فكر موجود وفكر منتشر ويمكن حتى النهارده في عالمنا العربي يوجد كثير من الملحدين او اللا ادريين اللي اللي مش عارفين مين هو الله آه آه لكن هذا الفكر موجود ومنتشر لكن آه هناك حقيقة مهمة جدا آه مهما حاول الإنسان أنه يهرب منها لكن الكتاب المقدس علمنا وقال لنا أن الله وضع الأبدية في قلوب قلوبهم فدايما هناك الإنسان عنده هذا الإحساس أو عنده هذا اليقين الداخلي أن هناك حياة بعد ما حتى لو هو بينكرها لكنه, لكنه آه يعني اليقين الداخلي جواه بيشهد على انه هناك حياه بعد الموت، وجود هذا اليقين جوه الانسان انه هناك حياه بعد الموت جعل الانسان منذ الخليقه انه يفكر في الحياه بعد الموت، وبالاخص عندما اخطا الانسان وعاش بعيدا عن الله بدا الانسان يفكر انه هناك حياه بعد الموت بطرق ليست بحسب ما بي... بيعلنوا لنا الكتاب المقدس فمثلا المصريين القدماء كانوا من اكثر الشعوب اللي فكرت في الخلود و... و... وحتى ما نجد النهارده من اثار معظم هذه الاثار سواء من اهرامات سواء من معابد سواء من قبور سواء من آ... آ... موميات آ... موميز يعني آ... آ... ال... الاجسام الموجودة كل ده صمم واتعمل في إطار الإيمان أن هناك حياة بعد الموت ف لكن هيروح فين هو ياخد مركبة الشمس وهتوديه فين هو واخد حاجاته وماشي بيها لكن هناك حياة بعد الموت الذي استطاع أن يوضح لنا حقيقة الحياة بعد الموت هو الذي اتى من السماء رب المجد يسوع المسيح هو اللي كلمنا عن السماء هو اللي كلمنا اكتر عن الحياه الابديه هو اللي كلمنا عن بيت الاب هو اللي اتكلمنا انه حيث اكون انا تكونون انتم هو اللي اتكلمنا عن عشاء عرس الخروف ان الكنيسه لما يعني تكتمل والمؤمنين ويصعدوا جميعا ويكونوا مع المسيح الى الابد هو كلمني عن السماء الجديده والارض الجديده هو كلمني عن شكلها عن طبيعتها عن عن قدستها عن بهاءها كل ده كلمني عنه من جاء من 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 السماء لكن هل توجد حياه بعد الموت؟ ايوه توجد، ليه؟ لانه الله نفخ في الانسان نسمه حياه، وهذا الجزء الذي اعطاه الله للانسان هو من الله فهو جزء ابدي موجود، سواء هيكون في مكان مع الله في السماء او سواء اذا كان رفض الله على الارض لكنه هيكون ايضا في عذاب ابدي، لكنه الكتاب المقدس هو اللي كلمني بكل وضوح، لا يوجد كتاب كلمني بوضوح عن الحياه بعد الموت كما يتحدث عنها الكتاب المقدس لانه رب الحياه هو الذي اعلن عن الحياه واعلن عن ما بعد الحياه من خلال اعلانه عن الحياه الابديه او عن الهلاك الابدي أتمنى أنه كمان أرد على بعض أسئلتك وفي الجزء الباقي من الحلقة من خلال الأشياء الأخرى اللي هنتناولها في هذه الحلقة المرتبطة بموضوع الجحيم فأول حاجة زي ما قلت أنه الفكرة الخاطئة أنه البعض بيقول أنه ممكن يبقى فيه فرصة بعد الموت الكتاب بيقول لا توجد فرصة بعد الموت لا توجد فرصة ودعا للناس أن يموتوا مرةً ثم بعد ذلك الدينونة أفكار خاطئة أخرى دي يبقى الفكرة الأولانية الخاطئة أنه في حياة في فرصة تانية بعد الموت الكتاب بيقول لا أو ده فكر خاطئ فرصة الفكر التاني الخاطئ وده موجود أيضا آه ومنتشر آه 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 بالأخص يمكن في العالم الغربي آه أكثر من عالمنا الشرقي هي فكرة الخلاص الشامل اللي هي يونيفرساليزم بمعنى إيه؟ بمعنى ليها معنيين اساسا كويس ليها معنيين انه الكل هيخلص كل البشر هيخلصوا كلهم هيروحوا السما مفيش حد فيهم هيروح الهلاك كلهم هيروحوا السما على اي اساس في 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 حاجتين مهمين قوي بالنسبه لبعض المسيحيين اللي بيؤمنوا بهذا الفكر بيقولوا بما انه خطيه ادم سادت على الكل كويس سواء الانسان اراد او لم يرد فهو بما انه مولود من نسل ادم هو وقع تحت الدينونه تحت الخطيه فكمان موت المسيح اعطى الفرصه للكل سواء الكل امن او لم يؤمن يعني سواء الشخص امن بالمسيح او لم يؤمن بالمسيح فهو رايح فين؟ رايح سما ليه على اساس انه المسيح خلاص بقى دفع الثمن على عود الصليب فالكل ايه رايح يؤمن ما يؤمنش ده موضوع مختلف ملوش علاقة فالكل رايح لانه ايه المسيح مات كويس او الفكرة الثانية اللي هي خارج الاطار المسيحي يبقى الجزء الاولاني ده دا داخل الاطار المسيحي انه المسيح مات زي ما ادم اخطأ والكل صار خطاه المسيح مات وبموته صير الجميع ايه أبرار حتى لو ما قبلوش المسيح هم في نظر الله صاروا أبرار كويس الجزء الثاني اللي هو مش متعلق بالإيمان المسيحي هو متعلق بالفكر آه العالم إنه إنه ما حدش بيمتلك الحقيقة كاملة يعني ما تقوليش إنه إنه أنت كمسيحي عندك الحقيقة الكاملة ما تقوليش إنه إنه بس المسيح هو الطريق الحق والحياة كل الطرق تودي إلى روما أو كل الطرق تودي إلى إيه؟ إلى إلى السماء، فالمسلم رايح السماء والبوذي رايح السماء والهندوس رايح السماء والمسيحي رايح السماء كل حتى الملحدين يعني هيروحوا السماء، فكل الطرق تودي إلى إلى روما، والفكر ده طبعًا يعني فكر عام شائع موجود. يطلق عليه بلواليزم او التعدديه، تعدد الطرق الى 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 السماء او فكره النسبيه، يعني انه انه ما فيش حد عنده الحق المطلق فبالتالي ما تقوليش انه انت عندك الحق المطلق وبتدعوني الى الحق المطلق اللي عندي. دي الافكار دي موجوده وسواء احنا عارفينها او مش عارفينها او سواء يعني قرينا عنها او لم نقرا عنها اولادنا سواء في العالم العربي او في العالم الغربي الافكار دي موجوده ومنتشره وفي كتب وكثيرين حتى حتى في عالمنا العربي النهارده موجوده هذه الافكار انه انه بص انت بتؤمن بالفكره دي او بتؤمن بالحق ده ده بالنسبه لك كويس فانت وانا بؤمن بحاجه تاني ده بالنسبه لي فكلنا رايحين السماء كلنا رايحين عند الله كلنا بنعبد اله واحد فكل الطرق تودي الى الى روما الفكر ده فكر خطير جدا كويس وانا بتكلم عنه من جهه انه خطير انه 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 عكس ما ما يقوله الكتاب المقدس الكتاب المقدس ما بيقولش كده الكتاب المقدس بيقول حاجه ثانيه مختلفه عن اللي بيتقال من هذه الافكار النظريه دي نظريه خاطئه لانها اول حاجه بتنكر ان الخلاص هو بالمسيح يسوع وحده يعني يعني بالذات فكره التعدديه يعني حتى عندنا في الغرب هنا ممكن تلاقي بامبر ستيكر على او 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 ملصق كده بيتحط على على العربيه من ورا تلاقي فيه نجم داوود وتلاقي فيه الصليب وتلاقي فيه الهلال وتلاقي فيه علامه بوزه وتلاقي يعني هو هو بيقول لك انا انا كل ده كل دول عندي واحد فانا كل دول رايحين رايحين السما او كل دول لا يمتلكوا الحق المطلق لكنه الحق المطلق مجتمع في الكل هذا الفكر طبعا فكر خاطئ لانه اول حاجه بينكر الخلاص إنه بالمسيح يسوع وحده وبقبوله مخلصا عشان كده الكتاب قال لنا بكل وضوح لأنه هكذا أحب الله العالم الله أحب العالم أحب البشر أحبني وأنا خاطئ وأحبك عزيزي المشاهد وبيحبك حتى لو أنت مازلت بعيد هو مازال بيحبك لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد يعني برهان محبة الله أنه ليس بالكلام لكنه عندما دبر لنا طريقا للخلاص لكي لا يهلك كل من يؤمن به يبقى شرط عدم الهلاك هو إيه الإيمان بالرب يسوع المسيح يعني لا يوجد حياة أبدية بعيدا عن الإيمان بالرب يسوع ما ينفعش لازم أؤمن لكي ما أخلص أؤمن لكي ما أخلص بل تكون له ايه لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه ده وعش كده في نفس الاصحاح في يوحنا 3 يوحنا 3 وفي عدد 36 قال لنا كمان ايه ثانيه قال لنا الذي يؤمن بالابن له حياه والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياه بل يمكس عليه غضب الله يبقى كلمه الايمان هنا وردت في الجزء ده ثلاث مرات مرتبطة بإنه الحياة الأبدية هي مرتبطة بالإيمان بالرب يسوع المسيح الذي قال عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة يبقى فكرة التعددية وكل الطرق تودي إلى روما أو إنه المسيح مات من أجل الكل فالجميع راحوا سواء آمن ولا ما آمنش هذه الفكرة تتعارض مع تعليم الكتاب المقدس عن ضرورة الإيمان آمن بالرب يسوع فتخلص ده اللي بيقوله لنا الكتاب أفكار خطيئة أخرى مرتبطة أيضا بالجحيم ودي فكرة آآ موجودة آآ آآ يمكن أكتر في الغرب وفي الوسط اللاهوتي أكتر لكنه الـ الـ الفكرة دي انهيليشنزم يعني بمعناها ايه؟ بمعناها انه الانسان مش هيتعذب ابدي. يعني يعني مفيش هناك عذاب ابدي. هو في عذاب بس مش ابدي. يعني زي ما انت بترمي مثلا لو رميت لو رميت حتة خشبة رميتها في النار بعد وقت بتتفحم وبتبقى رماد وبتنتهي والنار بتنطفي. فليس هناك عذاب أبدي هو هناك عذاب لكنه مش أبدي غير أبدي يعني فكرة أبدية العذاب أساسا مرفوضة ليه؟ لأنه الإنسان لو هيروح العذاب أو هيروح النار أو يروح البحيرة المتقدة بالنار والكبريت زي ما يسميها الكتاب هذا الإنسان هيبقى في العذاب لحد لما يفنى يعني لدرجة أنه يفنى وانتهى الموضوع وخلص يبقى ما فيش إيه عذاب أبدي كويس؟ ودي دي دي موجوده في زي ما قلت في الوسط كتير من حتى بعض اللاهوتيين بيؤمنوا بهذا الفكر و النهارده موجودين في عالم صغير كل الافكار بتنتقل بسهوله جدا وهل هذا الفكر فكر حقيقي ولا لا لانه هل العذاب هو مش عذاب أبدي هو عذاب بس مش عذاب أبدي بينتهي بهلاك الجسد وخلاص أم أنه هناك عذاب أبدي طبعا كل الأوصاف اللي اتكلم عنها الرب يسوع اتكلم عنها الكتاب المقدس وفي العهد الجديد بالأقص تتكلم عن أمور أبدية مش بتكلم عن هلاك أبدي هلاك وقتي لكن بتكلم عن هلاك أبدي عشان كده يقول ثم يقول ايضا الذين عن اليسار اذهبوا عني يا ملعين الى النار الابديه فهي نار ابديه المعده لابليس وايه ولجنوده كمان يقولين لي ابليس الذي كان يظلم طرح في البحيره النار والكبريت وسيعذبون نهارا وإيه وليلا الى ابد الابدين يبقى هناك فكره العذاب الابدي موجوده طبعا هناك اعتراضات كثيره على حقيقة الجحيم وتعليم الكتاب المقدس عن هذا الموضوع والاعتراضات دي اعتراضات خلينا اقول هي هي اعتراضات انسانية بحتة هي نبعة من أكثر من امر نبعة اول حاجة من الجهل بحقيقة وابعاد الخطية في الكتاب المقدس نبع ايضا من الجهل بطبيعه الله وقداسه الله وعدل الله، آه لكن هناك هذه الحجج موجوده وهذه الاعتراضات موجوده وكويس أو ان احنا نتناولها في الدقائق الباقيه من حلقه اليوم. اول حاجه يقولوا الجحيم ده يتعارض مع محبه الله، مش ممكن ابدا يعني هتلاقي الكثير من كيف لله المحب ان يرسل الناس الى الجحيم، مش ممكن ما تقنعنيش، الفكرة دي مش داخلة مزاجي، مش داخلة دماغي. إذا كان الله محب، إزاي الله المحب ده يتلذذ؟ طبعاً فيش كلمة يتلذذ، لكن البعض بيقول كده. كيف لله المحب إنه يتلذذ؟ إنه 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 يعني يضع الإنسان الذي خلقه في هلاك أبدي يتعذب نهاراً وليلاً. فدي تتعارض مع محبة الله. وكتير من الناس النهارده بترفض فكره او حقيقه الجحيم على اساس هذا من اساس هذا المنطق انه محبه الله تتعارض مع فكره العذاب الآبدي طبعا الله محب والله محبه والله بيحب الانسان لكن الله في كل صفاته كامل وعشان كده الله ايضا في عدالته كامل احنا احنا كبشر لا عندنا المحبة الكاملة ولا عندنا العدل الكامل عشان كده مقاييسنا هي مقاييس بشرية وليست مقاييس إلهية لكن كما أن الله كامل في محبته هو أيضا كامل في عدل عدلته ولن يتوقف الله ولن يوقف الله عدله أمام محبته ولن يوقف محبته أمام عدله يعني يعني عدالة الله كاملة وعدل الله كامل. فاحنا الفكر ده بيتعارض مع منطق كتابي صريح جدا وهو ان الله عادل. طيب هذا العدل بنراه في دينونه الله، اديان كل الارض لا يصنع عدلا هو عادل هو عادل عشان كده يقول أما الذين بصبر في العمل الصالح يطلبون المجد والكرامة والبقاء فبالحياة الأبدية وأما الذين هم من أهل التحزب ولا يطوعون الحق بل يطوعون الاسم فسخط وغضب شدة وضيق على كل نفس إنسان يفعل الشر ومجد وكرامة وسلام لكل من يفعل الصلاح لأن ليس عند الله محاباة الله عادل وعدل الله ظهر في نفس المكان وفي نفس الحدث اللي أظهر الله في محبته وهو صليب المسيح ففي صليب المسيح رأينا المحبة متجسدة كما رأينا أيضا العدل متجسد في صليب المسيح وهذه هي المعضلة الصعبة هذه هي المسألة الصعبة رواية كتيرة البعض بيرفض فكرة الصليب حقيقة الصليب على أساس أنه عدم الفهم لمحبه الله وعدم الفهم لقداسه الله. لكنه في الصليب الاثنين دول اتقابلوا. الخطيه ادانها الله اذ حملها المسيح نيابه عنا على عود الصليب. كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد الى طريقه والرب وضع عليه اثم جميعنا. مات من اكلنا. في نفس اللحظة أعلن أيضا محبته إذ حمل عني خطاياي فالصليب ليس مكانه لكنه مكاني أنا كخاطئ عشان كده مهم جدا لنا إن احنا ندرك حقيقة محبة الله وحقيقة أيضا عدالة الله الله أعد ودبر الخلاص لكل البشر يعني ما أقدرش أقول إيه انه لا 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 انه الله لو رقال... إن الله لو يعني بالعقاب الأولي ده هو هو آه غير عادل الله اعد طريق... لو الله غير عادل ما كانش اعد طريق للخلاص لكن الله اعد لك طريق للخلاص وهذا الخلاص كلف الله الكثير اذ ارسل ابنه وحيده الذي لم يعرف خطيه صار خطيه من اجلنا هو مجروح لاجل معاصينا مسحوق لاجل اثامنا تاديب سلامنا عليه وبحبره فينا عشان كده الله اعد طريق هذا الطريق زي ما قلت انه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد هذا هو الطريق لا يوجد طريق للسماء بعيدا عن الابن الذي مات من اجلنا على عود الصليب طب يجي سؤال بقى وكانه يعني البعض بيسأله طيب ماشي دول اللي سمعوا عن المسيح ورفضوا المسيح فهناك حياه عذاب ابدي ماذا بقى عن الذين لم يسمعوا عن المسيح ما اكيد في ناس وانا دايما مش بحب السؤال الاسئله الافتراضيه لانها بتدخلني في عالم غير الحقيقي غير الواقع غير المعلن لكنه همشي مع بعض الاسئله ماذا عن الذين ايه خارج الايمان المسيح مع ان الله لم يترك نفسه بلا شيء مع انه زي ما بيقول الكتاب ديان كل الارض بيصنع عدل الا انه ايضا اذا وجد النهارده في عالم كل الناس يعني احنا في قريه في قريه صغيره جدا فكل المعلومات وكل كل مكان في انترنت وكل مكان في يعني البايبل ما بقاش بس كتاب يتشال ويتحط في حته بقى على على المحمول بتاعك يعني في كل مكان لكن لو وجد انسان لم يسمع بعد عن المسيح فهناك ايضا زي بيقول الكتاب انه الاعلان العام لله انه يدرك وجود الله يدرك حقيقه ان هناك اله صانع السماء والارض هذا الاله موجود وحكيم وخالق عشان كده يقول لان اموره غير المنظوره ترى منذ خلق العالم مدركه بالمصنوعات قدرته السرمديه ولاهوته حتى انهم بلا ايه؟ بلا عذر يعني الانسان اللي اللي بيعبد الوثن ها هو بلا عذر ليه؟ لانه السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه كويس؟ فكل الحاجات دي موجوده لكن الانسان بلا عذر. الله لا يرسل الناس الى الهلاك الله مش بيرسل الخاطئ الى الهلاك لكن الانسان الخاطئ هو الذي يقرر مصيره بنفسه هو اللي بيقرر مصيره بنفسه مش الله كده يعني حاشا للرب يجي اه انا هاخد المجموعه دي طب واوديها هنا والمجموعه دي هو الانسان هو الذي يختار وضعت امامك طريق الحياه وطريق الموت فاختر الحياة لكي تحيا لكن كثيرون للأسف عن إرادة كاملة ووعي كامل بيختاروا طريق الخطية والموت الاعتراض الثاني الهلاك والجحيم الأبدي عقاب قاسي جدا لإنسان عمل خطي خاطي طبعا احنا ده بمقاييسنا البشرية بنقول كده هذا الاعتراض يظهر جهل بطبيعة الله أنه كلي القداسة عندما أخطي أنا لا أخطي مجرد خطية عندما أخطي أنا خطيتي موجهة إلى ذات الله الذي قال لا تخطي بل نظير القدوت الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين الله كامل في قداسته كما يظهر الجهل أيضا بحقيقة طبيعة الخطية التعدي ورفض الله خطية دي في أصلها الجهل ايضا بموت المسيح الكفاري انه جعل الذي لم يعرف خطيه خطيه من اجلنا الجحيم بقى مكان ام حاله وزي ما حطيت الرسمه دي في السماء مرتبطه بالسماء حطها ايضا مرتبطه بالجحيم الجحيم هو حاله هو حاله انفصال ابدي عن الله المحب هي حالة من الحرمان في وجود وفي الوجود في محضر الله هي حالة فالإنسان بيتعذب لأنه انفصل أبديا عن الوجود في محضر الله لكن هي أيضا مكان عذاب ليه؟ لأن الكتاب المقدس تكلم كتير مرات ومرات عن العذاب الجسدي المادي وكمان قلت بما أنه هناك قيامة أموات حتى الأشرار فإذا كان الأشرار سيقومون بالجسد فبالتالي قيامتهم الجسدية تتطلب مكان مادي وليس مجرد أمر روحي آخر حاجة أقول إيه أهمية هذه العقيدة الكتابية بالنسبة لنا كلنا أحبائي بجوانا رغبة داخلية نحو العدل يا سلام لما بنشوف طفل بيتعذب مثلا بيبقى جوايا رغبه انه اين العدل؟ اين العدل؟ فين العدل؟ لما بشوف داعش بتقتل وتذبح وتموت بقول اين عدل الله؟ هذه العقيدة ال عقيدة الدينونة النهائية تشبع رغبتي أن هناك عدل إلهي جاي جاي نعم هناك عدل إلهي جاي عقيدة الدينونة النهائية أيضا بتساعدني أني لا أنتقم لنفسي لا تنتقم لأنفسكم أيها الأحباء بل أعطوا مكان الغضب لأنه مكتوب لي أنا أجازي يقول الرب عقيدة أيضا الدينونة هي تساعدني أن أعيش حياة القداسة والبر وآخر حاجة بتشجعني على الكرازة إن أكرز للهالكين والبعيدين لكي ما يؤمن الكل بيسوع المسيح إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج عبر الكتاب سلام المسيح يكون معكم